بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مع بعضينا هنعمل كيكة الجبن أو كيكة الجبنة اللذيذة. كيكة جميلة جدا يا جماعة، بنوع جبنة جديد، يعني مش نوع جبنة مش جديد، بنوع جبنة احنا بنحبه ولادنا، يعني مش معظم ولادنا بيحبوه، بس أنا بحب الحاجة اللي هم ولادي مش بيحبوها بحطها لهم في كيكة، في أي حاجة، بحيث ان هي ايه يعني تبقى طعمها حلو. كيكه الجبنه يا جماعه جميله وحلوه قوي في الفطار وفي العشاء كمان. شايفينها عامله ازاي؟ شايفينها من جوه هشه ازاي وطريه، والسوا بتاعها بصراحه رائعه. والطعم بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم، حكايه، طعمها خطير جدا. شايفينها عامله ازاي؟ يعني شكلها بيشهي. يعني حبيت اعمل تغيير في الكيكه اللي احنا بناكلها، فعملتها بالجبنه الكيري. ان شاء الله هتعجبكم قوي. هنشوف مع بعض الفيديو ونشوف المقادير، وكمان فوق كده وكده ان مقاديرها بسيطه جدا جدا يا جماعه، مش هتحتاج اي وقت ولا اي مجهود خالص. خليكم معايا لنهايه الفيديو عشان تعرفوا الطريقه والمقادير. بس قبل ما نروح ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ام باسل، وتشوفوا كيكه الجبنه اللذيذه دي بتتعمل ازاي. يلا بينا. مقاديرنا النهارده عندي 3 بيضات، نص كوبايه سكر، كوبايه وربع دقيق، 4 قطع جبنه كيري زي ما انتم شايفين اهو، وعندي فانيليا وبيكنج باودر، وهياخد نص كوبايه لبن ونص كوبايه زيت. بس كده. الاول هنقول بسم الله، وهنروح حاطين الفانيليا على البيض بتاعي اهو، وهجيب السكر بسم الله، وهضربهم كويس لغايه ما اللون بتاعهم يفتح. هخلي المعيار النص ده نص الكوبايه عشان انا هستخدمه في اللبن وفي الزيت. هضربهم كويس جدا لغايه ما الخليط يبقى فاتح معايا، وهرجع لكم هقول لكم هنحط ايه. بصوا حبايبي الخليط بقى فاتح ازاي وجميل وهش، شايفينه عامل ازاي؟ زي الكريم شانتيه بالظبط، شايفينه؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه، وده الشكل اللي احنا عايزينه للكيكه بتاعتنا. هقول بسم الله وهحط اللبن بتاعي اهو، نص كوبايه لبن، وهضربها برده كويس مع السكر السكر والبيض، وارجع لكم ان شاء الله. ضربنا اللبن، هنحط بقى نص كوبايه زيت اهو، ونخلطهم برده كويس مع بعض. بعد ما ضربنا المكونات بتاعتي للسكر والبيض ونص كوبايه لبن ونص كوبايه زيت، هنحط بسم الله الاربع قطع جبنه كيري بتاعتنا. جبنه كيري دي جميله جدا يا جماعه، وان شاء الله هتبقى طعمها جميل جدا كمان في الكيكه. تغيير يعني في الكيكه، احنا على قد ما بنقدر بنحاول نحط حاجات لاولادنا ما بياكلوهاش. يعني انا ولادي مش كلهم بيحبوا الا الجبنه الكيري، فالحاجات اللي هم مش بيحبوها بحاول ان انا احطها لهم في على صوره كيكات، على اي حاجه، معجنات، بحيث ان هم يدوقوها وتعجبهم من غير ما ياكلوها كده ايه لوحدها. هضرب برضو الجبنه بتاعتي كويس مع الخليط وهرجع لكم. حبايبي بعد ما ضربت المكونات كلها والجبنه واتاكدت ان الجبنه فتتت في كل الخليط بتاعي، اخر مرحله عندي ان انا هحط الدقيق بتاعي اهو، كوبايه وربع بسم الله، هحط عليهم معلقه البيكنج باودر، دي معلقه، رشه ملح بسيطه مش كتير، وهبتدي هنزل الخليط بتاعي ده كده على المكونات بتاعتي اللي انا ضربتها مع بعض اهي، تمام زي الفل. وهبتدي يعني على اقل سرعه هروح ايه ضربه كل المكونات دي كلها مع بعض. اهو حبايبي الكيكه عندي اهي زي ما انتم شايفين، اللي اتضربت في قلب بعضها. مكوناتها سهله وخفيفه، وتغيير في نوع الكيكه. انا عندي الصينيه بتاعتي حاطه فيها ورق زبده اهو، هقول بسم الله واروح صب الخليط بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده. لو عايزه صينيه اصغر من كده زي ما انت عايزه براحتك، لو انت بتحبي ارتفاع الكيكه عاليه جدا اهو
بس انا ما بحبش ارتفاعها عالي، فعشان كده بحطها في صينيه يعني اكبر من الحجم بتاع العجين بتاع الكيك. ماشي، اوزع الخليط كويس كده اهو في الصينيه. تمام كده، شغل الفرن بتاعي على 180 زي ما قلت لكم قبل كده. احط الكيكه بتاعتي على الشبكه، مش هفتح عليها خالص قبل ربع ساعه علشان اشوف شكلها عامل ازاي او هي استوت ولا لا. ولما نحطها في الفرن زي ما قلت لكم قبل كده، حاول ما ترزعيش ايه باب الفرن عليها. هشوفكم ان شاء الله بعد ما تخلص واوريكم شكلها عامل ازاي. اهو حبايبي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي، وانا قطعتها اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نحطها في الطبق بتاعنا. صراحة يعني خطيرة يا جماعة. ورجعت لكم حبايبي بعد ما قطعت الكيكة بتاعتي بتاعت الجبنة، شايفين بقى الشكل بقى، مش قادرة اقول لكم، اظن هي بتتكلم لوحدها والله يا جماعة. شايفينها طرية ازاي، والطعم بقى حكاية خطيرة يا جماعة والله بجد، مش هتندموا لو عملتوها، هتعجب ولادكم جدا. ممكن برضو نحطها في اللانش بوكس لولادنا في المدرسة، ممكن نفطر بيها الصبح، ممكن نتعشى بيها عشاء خفيف مع كوباية زبادي او كوباية لبن، ويبقى كده خلاص العشاء تمام. انا بحاول ادور على كل حاجة سهلة وسريعة علشان ما تاخدش وقت، وخصوصا ان احنا في دراسة والوقت بيجري بسرعة، مبقاش عندنا وقت خالص ان احنا نقف في المطبخ كتير. فالحاجات الخفيفة اللي انا بقول لكم عليها دي يا ريت تجربوها، وهتحب ولادكم هيحبوها جدا جدا. وهو تغيير يا جماعة في الاكل. انا كده خلصت، بتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم الجميل ايه. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام باسل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في حاجة سهلة وسريعة من مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.